الدوري خلص؟ خلص خلاص بالنسبه للنادي الاهلي. اتحسم للاهلي. لسه كام ماتش؟ سبعه، نعم سبع ماتشات. ناقص الاهلي، لا ده متاجل له لسه لا عدد، مش الاهلي، انا بتكلم على الدوري عامه، تقريبا ناقص له سبع لا ماتشات. اقل من ساعه، في بعض الفرق ليها خمس ست ماتشات ناقص اخر تقريبا. ماتش كان 29 ماتش النهارده تقريبا، والاهلي لعب 22 ماتش. بالظبط، يعني واحنا 34 اسبوع، يعني الاهلي لو ناقص خد ست الماتشات ماتشات. المؤجله بتاعته الموضوع منتهي. هو حتى تخيل الاهلي لما تاخد الدوري يعمل كده وانت ما بتلعبش. يعني انت عارف الاهلي بقالك اربع فعلا ما مليون، لعبش بقاله الاهلي ما فتره لعبش بقاله فتره ولسه كبيره. متصدر جدول الترتيب. يعني انت بتتكلم النهارده الاهلي كام بونت؟ الاهلي 56، بيراميدز 55، فرق كام ماتش بقى؟ خمس ماتشات، خمسه في ثلاثه بكام؟ 15 بونت. لا طبعا، يعني لو كسب ثلاث والفرق ماتشات، ثلاث دلوقتي ماتشات 4 نقط بالظبط، يعني لو كسب المؤجلات بتاعته بس خد الدوري. خلص. بيراميدز هيتعثر اكيد، لكن احنا بنتكلم برضو على الزمالك بعيد، الزمالك الرابع. زمالك فالموضوع يعني الدوري شبه محسوم يعني. شبه وكمان الاهلي بيلعب بالبودا، لان امبارح بيلعب، يعني بيلعب مش الناس برضو، كلهم مش بدلاء، كلهم غير 3 4. هيلعب الماتش الجاي بالبودا، انا متاكد. هو برضو لازم، ما ينفعش ان هو يقعد التيم الاساسي فتره كبيره قبل ماتش الوداد. طبعا لازم يبقى رجلهم في الملعب، ولازم يبقوا جاهزين بشكل كبير، لكن هو يبدا من الماتش الجاي ان هو يبدا يلعب الناس اللي ما بتلعبش. تمام، عشان اطلع فاصل، رايك ايه في محمد شريف وفي كهربا مهاجم النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه، وانت كنت مهاجم، بتشوف ازاي مستواهم كتقييمك؟ عجبني الحاله اللي بينهم، الحاله. الحاله بتاعت الاثنين عجباني، ان في ود وحب بالظبط كبير ما دي بينهم، دي اهم حقيقه حاجه. بتبان على السوشيال ميديا حتى ما بينهم دي اهم بصراحه. حاجه. كهربا كمان ما كانش كده، كهربا ما كانش كده. ما كانش كده، كهربا كنا بنشوفه ان هو لما بيقعد احتياطي او بيطلع بيشوح وبيعمل بيعمل مشاكل. مشاكل. فكهربا دلوقتي يعني شفنا، لو تفتكر ماتش الزمالك او سموحه تقريبا، اول ماتش ليه لما رجع، صباح. لما قال لشريف هتنزل تجيب جول، قعد يشاور له في الكاميرا. فدي حاجه ما كانتش موجوده في كهربا. فانا حتى اتكلمت عليها من يومين كده في احد البرامج، ان كهربا حاسس ان هو خلاص نضج، بقى عنده عارف الصح من الغلط، عارف النادي الاهلي وقف جنبه في وقت يعني كان بالنسبه له ان هو كان ممكن يبطل. فهو شايل الموضوع ده، شايل النادي شايل الاهلي القصة الموضوع دي. ده، شايلها، اللي هو ايه، لا انتوا وقفتوا جنبي انا هديكوا عنايه. وده اللي احنا عاوزينه، وده اللي النادي الاهلي عاوزه. حتى في موضوع الغرامه قلت النادي الاهلي، هو كهربا اللي اكبر النادي الاهلي ان يدفع له الغرامه بمستواه وادائه. بس هو الاهلي مش هيدفع كهرباء غرامه، مش هيدفع، بس هيساعده هيساعده بشكل او بشكل او باخر. اخر، بس مش هيدفع ما من انا فاهم فلوس قصدك، ده، امر بس هيحاول ان هو يساعده. لكن شريف، اكيد ويستحق المساعده. بالظبط، شريف لعيب هداف، هداف امبارح هداف جايب جون من نص فرصه، دي نص نو دي فرصه. نص خلي بالك فرصه. شريف تقريبا جاب 9 اهداف وما لعبش كتير السنه دي. صح يعني صح لو جيت تبص على المباريات اللي لعبها، وبينتقد. وبينتقد وبيأدي. بص اقول لك حاجه، شريف مش متعب، شريف مثلا مش عمرو زكي، لكن عنده المقومات ان هو يقدر ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي ويبقى هداف النادي الاهلي. على فكره اقول لك على حاجه، محمد شريف من اكتر اللعيبه اللي جابت اهداف مع كولر، 12 هدف. صح مظبوط. فدي حاجه، وبعدين وهو ما كهربا. بيلعبش اساسي، وبعديه كهربا، فما بيلعبش اساسي. وخلي بالك لو كان بيلعب باستمراريه كان زمانه جايب اكتر من كده، وكان زمانه هداف الدوري. فشريف عنده، بيعرف يجيب جول، بس صح. شريف ناقصه حاجات صغيره لو اللي هي اشتغل عليها. ايه بقى؟ التحركات، التحركات في البوكس في اوقات معينه الكهربا بيعملها نموذج. صح، يعني كهربا مش سترايكر، مش بس مهاجم بيعملها. اصلا يعني. كهربا موهوب، يعني كهربا من اللعيبه الموهوبه، فبيعرف امتى ان هو يقطع الخطوه، ياخد الخطوه اللي هتجيب بيها الجول. تمام، شريف ممكن يكون ما عندوش الحته دي، فانا بس بتمنى. هو خطر جدا جوه منطقة الجزاء. هو ما شاء الله هو هداف، انا بقول لك هو هداف، فهو لو اشتغل على دي كمان يبقى عنده مشكله في العرضيات. مظبوط. ما هو الراجل كولر امبارح قال لك هنجيب جهاز من ألمانيا عشان ضربات الرأس كمان. بالظبط، فده دي حاجه مهمه جدا طبعا. بالنسبه للسترايكر بتاع النادي الاهلي. شريف وعنده مشكله في الحته دي، حته اللعب بالراس، تمام. لازم يشتغل عليها تخصصي كتير. إذا الأهلي محتاج مهاجم من وجهة نظرك برضو؟ محتاج مهاجم، محتاج مهاجم في محتاج كل مهاجم الأحوال. طبعا.